السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم بهذا لا فيديو قصيرة لكل اللي يحب يعرف بخانتون، اللي سقساوني في التعاليق وقالوا لي لا محل بخانتون راه فاتح ولا لا لا. اليوم رحنا وللأسف يعني كانوا فتحوا البارح 27 أفريل واليوم 28 نص نهار، وصراو مناوشات يعني غلقوا لهم المحل. ولا لقيناه مغلوق، قال لك البارح واليوم غاشي غاشي، ما تيماجيني واش صافيك اللي يسكنوا هنا يعني تضايقوا من الامر وحبوا يجوا يحرقوا لهم المحل. هذه على لسان الحارس تاع تما اللي قال لي يعني، ومام الغاشي بزاف كانوا لاحقين حتى للجامع الفوق. صافيك يعني صراو هاد المناوشات وجاو الشرطة، يعني راهم بالعسى برا ما فتحوش. انا كي رحت تما كان يعني خلينا الوالي تما وقال لهم ما تدخلوا حتى واحد. ولاجون كي سقسيتو قال لي بالك غدوة ان شاء الله هي ما كانوش المشاكل يفتحوا بإذن الله. فوالا، وكانوا يجوا غير هامليك، غير صحاب اللي صحاب لي بدلوا برك الحوايج اللي شراو الصباح. فوالا، هذا هو اللي سقساو على بخانطون. هذه هي لا فيديو، وانا في رايي يعني ما تزيدوا تصبروا، باسكو قال لك الغشي بزاف وكانوا يدخلوا غير بال15 فقط. يعني الله المستعان، الله المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.